على ذكر كأس العالم، فاحنا قلنا معانا تيفون استاذ عادل الرحموني الناقد الرياضي المغربي، عايزين نبارك له دائما على انجازات المغرب وكمان على التصنيف بتاع منتخب المغرب، التصنيف ال11 عالميا والاول عربيا وافريقيا. اهلا بيك يا فندم في قناه نادي الزمالك. مرحبا كابتن محمد طارق، مرحبا ضيفك الكريم كريم. الحمد لله على كل ما انجزه الاسود الاطلس بالاراضي القطريه. يعني دائما كده هيفضل ده حلم كلنا كنا عايشينه، دائما سعداء بالانجاز الكبير اللي عملته المغرب، وان شاء الله يتكرر مره واثنين وثلاثه مع المغرب ومع كل المنتخبات العربيه. وعايز اتكلم مع حضرتك كمان عن العروض بقى اللي عماله تتوالى على لعيبه المغرب، عايزين تاكد لنا على العروض دي، شايف هل ده توقيتها صح للعيبه؟ في بعض اشاعات ان في عروض لكابتن وليد الرجراجي، ف حضرتك ردك ايه على الكلام ده؟ لا، اولا سابدا بوليد الركراكي. وليد الركراكي يربطه عقد رسمي مع الاتحاد المغربي لكره صحيح. القدم، وليس هناك اي عرض، رغم انه قيل في الكواليس منتخب برازيل، ولكن كان رد وليد الركراكي صريحا على انه صحيح. له عقد احترافي محترم مع الاتحاد المغربي صحيح. الآن بدأ اليوم بدأ يركز من خلال تواصله مع عدد من المؤسسات الإعلامية المغربية هنا بالمغرب على أنه رتب من الآن مباراتين دوليتين وديتين بالمغرب، وستكون أولى مباريات المغرب على أرضه وأمام جمهوره، وقال حرفيا أمكن الجمهور المغربي من رؤية نجومه بعد عودتهم من قطر صحيح. فمباراتين وديتين خلال شهر مارس القادم، على أن يرحل إلى جنوب إفريقيا لاستكمال مباراتي المنتخب المغربي في إقصائيات كأس إفريقيا ضد جنوب إفريقيا في مارس القادم، يوم 20 مارس تحديدا، ثم يوم 28 مارس المباراة الأخيرة عن المجموعة بالرباط. هذا حسب تصريح وليد الركراكي للقناة الرياضية المغربية في تصريح مباشر بالأمس، على أنه يستعد لإعادة أمجاد أسود الأطلس على المستوى الإفريقي، خاصة في عقده أنه قال أقل حاجة ممكن أن يصل إليها المنتخب الوطني هو النهائي في كأس إفريقيا للأمم 2024 بالكوت ديفوار. بالنسبة لباقي اللاعبين، هناك فعلا عروض قوية جدا لكل اللاعبين المغاربة، إذا استثنينا حكيمي الذي ثبت رسميا على أنه باقي ركبة باريس سان جيرمان، العالم مبابي وميسي ونيمار، وكذلك نيمار بفريق باريس سان جيرمان، فتأكد رسميا بقاؤه ضمن فريق باريس سان جيرمان. باقي اللاعبين هناك عروض قوية، خاصة من الدوري الاحترافي الإنجليزي والدوري الألماني وكذا الإيطالي، وخاصة اللاعبين الآخرين، أوناحي رقم 8 الذي أذهل الجميع في خط الوسط، لاعب رهيب بصراحة ما شاء الله عليه. نعم، يعني كان حديث حديث لويس إنريكي الناخب الإسباني الذي كان قد قدم استقالته الذي أذهل بهذا اللاعب. كذلك عروض قوية للمرابط الذي كان خط وسط قوي جدا في كل تدخلاته، كذلك النجم حكيم زياش. لحد الآن كل عروض تأتي لهؤلاء اللاعبين من مختلف الفرق القوية داخل الدوريات الأوروبية، ولكن لحدود الساعة لم تحسم هذه الصفقات رسميا، لأن هناك تدخلات في عدد كبير، وأنت تعرف هناك يعني سماسرة في التدخلات في بيع وشراء اللاعبين. هناك عروض من إيطاليا إسبانيا وإنجلترا وألمانيا وبلجيكا، وبالتالي من المنتظر في هذا الأسبوع أن يحسم، خاصة بعد فتح الميركاتو الشتوي لكي يقوم اللاعبين بوضع كل اللمسات الأخيرة لتوقيع عروضهم الاحترافية الجديدة بمختلف الدوريات الأوروبية. صراحة العمل ومنتخب المغرب ولاعبته يستحق يكونوا في أفضل الأندية العالمية. أستاذ عادل أشكرك جدا جدا، شكرا على كلام حضرتك، نورتنا كالعادة في قناة نادي الزمالك.